وديما كتطلع وكتقاتل وحنا الحمد لله حنا جايين ونكون واعدو لاي فرقه بلاد حنا نرجعو تاني ديالنا وبقينا تنطيحو والجمهور راه مقاتل ديما كيدير دي بلاصتو وديما نادى لعبنا ضد الراجا ولعبنا مع الراجا ولعبنا معاهم كاملين شبيخة ومززنا بهم مسور 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 الله يعطيه الصحة ان شاء الله بطولة وكاس عرش واي حاجة نشارك في كاس عرش ونشارك نشكروا بخويا على هذا الفوز هذا وان شاء الله كنتمنوا العام الجاي يديروا شي حاجة كما الشيء من الدور الاول وما خدامين دراري تبارك الله ما خيبوش الظن ديالنا وتذاك العام ذاك العام رحت كنا صينا حنا التالتين كنا غنطلعوا ولكن كنتمنوا هذا العام ان شاء الله حقوا شي حاجه في البطوله وشكرا شوف ما حنا دابا ما بغاش تهمنا حتى شي فرقه فهمتي ان شاء الله غنولوا نحاربوا مع الكبار ان شاء الله اول مره كنا طلعنا للبروميير سير كنا لعبنا الدراجه في كاس العرش مع طلعنا شحال واحد حقرونا فهمتي وربحناهم في بلادهم 3-2 والويدة حتى هي عمرها ربحتنا الويدة في بلادها عمرها ربحتنا تعادلنا معاها وان شاء الله العام الجاي غنربحوه ان شاء الله دي مركز ويدات الحمد لله تحقق الصعود فضل مجهودات ديال الفريق وكذا وخل النتيجه او اللعب ما كانش هو هذا كانوا ديما كنربحوا بالبيلانتيات واحد ظاهر وكذا ماشي مشكل المهم الزرقاء طلعات هذاك الشيء اللي بغينا وديما نهضه بغينا ولاد المدرسه في الفرقه ولاد المدرسه ولاد المدرسه ولاد المدرسه مستور انتوما كتشوفوا لاعب عنده ما يقول في التيران وحنا اللي بغينا نشوفوا التكوين نعطى الدمامره 15 عام وما كيكون وعمرنا شفنا شي لعاب عمرنا شفنا شي لعاب والدمامره في التيران